آخر خبر قبل ما استقبل ضيفتي الأستاذة الكريمة الأستاذة بسنت عضو مجلس النواب معايا خبر. الحقيقة كان في موضوع حصل هو استفزني أنا شخصيا، والنهاردة أنا حسيت إن أنا ارتحت. كان في واحدة لبنانية موجودة في مصر في رمضان قعدت تشتم في المصريين على الحساب الخاص بيها في الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا، ونشرت الفيديو بتاعها في كل مكان، كله شتيمة في المصريين وفي الدين. هي دي طبعا احنا قافلين الصوت لانه احنا ما عندناش استعداد نسمعه تاني. والنهاردة محكمة جنح مصر الجديدة قضت بحبسة اللبنانية منى المذبوح 8 سنوات بتهمة نشر فيديو خادش للحياء وازدراء الأديان وتطاولها على الشعب المصري عبر فيديو تم نشره زي ما قلت لحضراتكم على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. وقدم دفاع اللبنانية منى المذبوح استئناف على الحكم فور صدوره، وحددت نيابة مصر الجديدة جلسة 29 يوليو لنظر الاستئناف على الحكم. معنا تليفون؟ معنا؟ معنا الأستاذ ياسر سيد أحمد المحامي. ألو مساء الخير أستاذ ياسر. النور يا فندم. حضرتك رأيك إيه في الحكم ده النهارده؟ والله هو الحكم ده كان متوقع، ويعني خيرا فعل رئيس المحكمة إنه أداها أقصى العقوبة لكل التهم الموجهة ليها. أيوه. إن هي متهمة بثلاث اتهامات. الأولى خاصة بإزدراء الأديان ودي عقوبتها القصوى 5 سنين. والثانية نشر أخبار كاذبة. أيوه. دي عقوبتها 3 سنين. والثالثة خدش الحياء العام ودي عقوبتها سنة. فرئيس المحكمة لم يشفع أمامه ما قدمه محاميها من أوراق واضح جدا إنها مصطنعة، بتقول إن هي غير مسؤولة عن أفعالها وإن هي مريضة مجنونة، يعني كله. هي مجنونة شوية. هو بيقول كده، ما هو بيقدم بقى كده وجايب تقارير من لبنان بكده عشان يخرجها، لأنه ما عندوش دفاع تاني غير ده. أيوه. يعني هو لو عنده أي دفوع تانية كان يتكلم في الموضوع، لأنه ما ينفعش. الفيديو واضح والسب اللي فيه واضح، وطريقتها في الكلام كانت باينه جدا، استفزازيه جدا يا استاذ ياسر. والاعتذار بقى اللي هي عملته بعديها علشان تبرأ نفسها واضح جدا ان هي لا ست عاقله وتعلم جيدا ما تقول وتعي جيدا افعالها، فبالتالي التهمه بتاعتها واضحه ضدها، والاوراق المقدمه لمحاوله الدفاع عنها واضح جدا ان هي مصطنعه، فبالتالي رئيس المحكمه لم ياخذ بتلك الاوراق. ايوه. واعطاها اقصى العقوبات، واعتقد كمان ان السبب الرئيسي كان انها تاخذ اقصى العقوبه الاوراق اللي تقدمت بسببها. لان هي اوراق واضح جدا انه بيستخف بالعقل المصري وبيستخف بالعداله وبيقدم ورق، ايه اللي انت بتعمله ده؟ لا انا كان اكرم لك ان انت تحاول ان انت توضح ان هي مثلا وقعت تحت طائله نصب او حد اتكلم ضدها، زي ما هي حاولت توضح في الفيديو بتاع الاعتذار بتاعها. كان ممكن يخفف عنها. وعموما هي الحكم مش نهائي برضه عشان كلنا يعني فاهمين. ممكن يبقى في تخفيف منه من عدد السنوات. ممكن عدد الاستئناف، محكمه الاستئناف هيطرح امامها الموضوع من جديد. ايوه. واللي حصل النهارده امر منطقي طبيعي جدا بيحصل مع اي متهم واي محكوم عليه في جنحه وهو محبوس، ان هو في نفس اليوم قبل ما بيمشي من المحكمه يستأنف بنفسه، يعني مش محاميها اللي استأنف، هي بنفسها اللي استأنفت. بس الحقيقه كلنا لما شفنا الفيديو ده كل المصريين اتضايقوا واتحرق دمهم، لان هي هنا موجوده في بيتنا وارضنا واحنا فاتحين لها بابنا وهي قاعده وبتشتم فينا. لا وغير كده هي تاريخها اصلا في لبنان بيوضح ان هي غير مستقره اسريا وسايبه بيتها وسايبه اهلها واسرتها، والكلام ده وضحته والدتها وهي كمان كانت بتتكلم في حاجه زي ده. أيوة. فانت عايشه في بلدنا وواخده خيرنا وجايه في الاخر وبتشتم فينا، طب قاعده عندنا ليه؟ بالظبط، يعني مش عاجبك البلد امشي. امشي يعني بالظبط. وبعدين احنا المصريين في اي بلد عمرنا ما بنعمل تصرفات زي دي،
هو يعني الامر كلنا انا بصراحه الحكم اللي بالنسبه فيه. لي على اللي انا سمعته وشفته في الفيديو، انا شايف ان هو رادع وقوي، وكان يجب ان هو يكون بالطريقه دي علشان اي حد يرتدع من هذا الامر بالظبط، ومحدش يحاول يتطاول تاني على الدوله. صح. ولا سواء من ابنائها او من غير ابنائها. صحيح. بشكر حضرتك أستاذ ياسر سيد أحمد المحامي، وطبعا كلنا مشاهدينا بنأيد قرار محكمة جنح مصر، وفعلا ما ينفعش أنه حد يتطاول على مصر والمصريين ويعيش فيها.